أحدث التقارير كشفت أن واتساب سيتوقف قريبا عن دعم الهواتف الذكية كتير أو السمارت فونز، يعني أن التطبيق سيتوقف تماما عن العمل على هذه الأجهزة. ومن المنتظر أن يبدأ تطبيق المراسلة الشهير الواتساب في إزالة الدعم عن هواتف الآيفون والأندرويد القديمة إلى الأبد مع بداية شهر نوفمبر، وده اللي هيجعل المستخدمين يحتاجوا إما إلى تحديث برامجهم أو أن هم يشتروا تليفون جديد. من المتوقع برضو أن يتأثر أكثر من 40 طراز مختلف للهواتف الذكية، وحدد أو الموعد النهائي للتحديث يوم 1 نوفمبر، وبعد ذلك سيتوقف واتساب تماما عن العمل في التليفونات دي. للتفاصيل أكثر معنا على التليفون أستاذ تامر محمد، خبير الاتصالات وتكنولوجيا أمن المعلومات. صباح الخير على حضرتك يا أستاذ محمد. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. خليني أسألك في الأول، إيه سبب الخطوة دي؟ والتليفونات لحد مش يعني مش هنتكلم عن انواع، بس مثلا لحد سنه كام مش هيبقى شغال عليها الواتساب؟ يعني لحد انهي موديلات نزلت؟ يعني احنا تقريبا بنتكلم على الموديلات اللي هي ما قبل 2012 و2013. هي هيك مع زياده عدد التليفونات المستخدمه على الشبكه الخاصه بالواتساب، مع توفير تحديث البرامج التشغيل اللي على التليفونات من خلال الشركات المصنعه زي اندرويد واي او اس، هي اوريدي بتبقى وقفت التحديث هذه الهواتف، فبيعمل تحميل ولود كبير على الشبكه الخاصه بالبرامج المختلفه سواء واتساب او غيره. فبيبقى هم بياخدوا الاجراء دوت على مرحلتين. المرحله الاولى ان هو بيوقف عن هذه البرامج الدعم لمدة سنتين، وبعد السنتين دول بيوقف تماما هذه البرامج من العمل. تقريبا ده بيتم كل سنة في نفس التوقيت كده، في نهاية كل عام بيتم تخريج جزء كبير من التليفونات. طب معلش، هو انا مش فاهمه الحته دي حضرتك، يعني مش احنا بيبقى فيه ابديت للسوفت وير كل سنه؟ طب ليه ما هو ملوش علاقه بقى بالتليفون، هو بيبقى تقريبا حتى لو تليفون قديم بينزل ابديت للسوفت وير، فليه الابلكيشن مش هيشتغل؟ يعني ايفون وقفت التحديث على الايفون 6 وما قبل ذلك، خلاص ما بتحدثش. البرنامج يعني نظام التشغيل بتاع البرنامج بيتم وقف تحديثه. الايفون اعلنت السنه دي ان هي من ايفون 6 وما قبل ذلك خلاص ما بقاش ليه تحديث وما بقاش ليه دعم. طيب هل حضرتك ممكن تربط ده بنوع من انواع الماركتنج من الشركات دي ان الناس تبدا تشتري وتحدث؟ شايف ان ده ضغط ولا ده يعني ممكن يكون تعاون بينها وبين الواتساب، ولا ده من الواتساب نفسه زي ما حضرتك بتقول وفكره ان هو حمل على الشبكه؟ يعني دايما احنا بيبقى عندنا مش هقول عليها نظريه المؤامره يعني، لكن هو مجموع اللي حضرتك قلته النهارده، لما ايفون توقف الدعم على التليفونات اللي هي الايفون 6 وما قبل، وفي منهم اوريدي تليفونات موجوده وشغاله وتعمل، فهي ضغط على العملاء بتوعها ان هم يشتروا التليفونات الاحدث. فهو بيبقى نوع من انواع التعاون والترابط بين الشركات. طيب ده كمان مختلف عن الفتره اللي احنا كنا قرينا فيها اللي مش هيعمل اكسبت للبرايفسي بتاعه الجديده بتاعه واتساب، هيتوقف عنه. دي حاجه بعيده عن ده صح؟ لا، بعيد عن دوت، وحتى واتساب تراجعت عن هذا الموضوع. مش هو نفس الموضوع. في شهر 2 اللي فات تراجعت عن اجبار المستخدمين على الموافقه على اختراق خصوصيه بياناتهم. طيب يعني برضو يعني لو حاجة من الحاجات اللي بتيجي على دماغ الناس، هل ممكن تدخل منافسين يعني برضو عشان لو هي جزء ليه حاجات بالماركتينج وكده، هل ممكن تظهر برامج للتواصل الاجتماعي ما تبقاش مرتبطة بده ولا هو؟ هو اعتقد على ما اعتقد حضرتك برضو قبل ما ان في اصلا في تطبيقات كتيرة، بس هو واتساب بيبقى محتل مكانة خاصة عند كل الناس. يعني المشكلة ان استخدام الناس عن الواتساب، لان هو تقريبا هو التطبيق رقم واحد في العالم بالظبط في المحادثات الفورية، الاستغناء عنه موضوع صعب. بس في الاخر اللي مش هيقدر يشتري تليفون جديد عشان يبقى عنده الواتساب هيضطر يلجأ الى البرامج والتطبيقات الاخرى.
طب هو عامة في حد تعتقد ان الابليكيشنز التانية زي الفيسبوك والانستجرام والحاجات دي برضو هتتجه ان هي توقف خدمتها على الهواتف القديمة ولا بس ده كله بيعمل كده؟ كل التطبيقات وبالذات التطبيقات الكبيرة اللي عندها اوريدي عدد مستخدمين كبير كلهم بيلجأوا الى هذا النهج يعني. طب هو حضرتك لو انا معايا تليفون قديم وجيت انزل السوفت وير الجديد هو ازاي مش هيقبله؟ هو حاجة قبل ما بينزل بيتشيك اذا كان هو هينفع ينزل عنده ولا لا، فاول حاجه بتشيك عليها الموديل بتاع التليفون والابديت والابديت بتاع نظام التشغيل. فممكن يقول لك لا والله نظام التشغيل لا يسمح بان انا انزل، او ان برجاء تحديث نظام التشغيل. هي هتبقى هنا المشكله. طيب احنا عموما طبعا بننتظر وبنبقى زي ما حضرتك قلت خلاص مجبرين او ممسوكين، احنا كلنا بنتعامل دلوقتي في جروبس الشغل بقت على الواتساب وما الى ذلك، بقى صعب الاستغناء عنه، وده اللي احنا هنشوفه الفتره القادمه. بنشكرك طبعا على وجودك معانا والتحليل الوافي استاذ تامر محمد جزيلة. خبير الاتصالات وتكنولوجيا امن المعلومات، ودي حاجه برضو فعلا ممكن تضغط على الناس يعني. هو انا شايفاه ان هو نوع من انواع التسويق يعني، دايما احنا لما يعني كان يقول لك ايه، هو مش طالما التليفون شغال في ناس مش هتستغنى عنه، فاحنا نتجه ان احنا نضغط إيه ان مش هيبقى عليه المزايا فيشتري الاجدد، الأحدث. وهو يعني نوعا ما ذكاء منهم برضو يعني.